مهدي غاني نحن لا نعرفه في الحقيقة هو ليس في الساحة السياسية وهو لا يقيم في الجزائر وأرى ونعرف جيدا بأن حتى الشروط القانونية والدستورية غير متوفرة في ترشحه النكاز كذلك فهناك مشكلة بالنسبة للشروط القانونية وعلى هذا الأساس قلت نحن اتصلنا بمن نرى بأنهم يثبتون على مواقفهم وتتوفر فيهم الشروط القانونية